جميل أن تمتزج الرياضة مع الخدمة الإنسانية، وحين تفعل تنتج هذه اللوحات الفنية، كما هو الحال مع هذا الحدث الرياضي الخاص بالسباحة حول برج العرب في دبي. أكثر من 700 سباح كانوا عند خط الانطلاق، والهدف ليس اعتلاء منصات التتويج. والد وادي الحديقة المائية والد وادي صالون 12 سنة بنظموا سباق حول برج العرب، هو سباق سباحة، فأي واحد ممكن يشارك بها السباق، وكل الأموال اللي بنعملها سباق بتروح على التشاريتي، على دكتورز ويلاو برجز أو أطباء بلا حدود. هاي مشاركة للفعاليات اللي هي أطباء بلا حدود. نحن الشركة هاي قدمت لنا دعوة نشارك فيها، والسباق كان وايد حلو جميل جدا يعني. المسابقة كانت على مسافة 1600 متر من السباحة، واستطاع المشاركون في هذه الفعالية جمع ما يزيد على 60,000 دولار لصالح منظمة أطباء بلا حدود حول العالم، كما سيذهب جانب من ريعها لدعم الهلال الأحمر الإماراتي. أحب السباحة، ولكن مشاركتي تأتي أيضا من رغبتي في دعم المشروعات والأعمال الخيرية وخدمة المجتمع. أشعر بالتعب بعد السباق، لكني أحس براحة نفسية كبيرة. شاركت لأن بطولات مثل هذه أنا أحب أنزل فيها، لأن بطولة خيرية، وأحب أساعد الأطفال في كل دول العالم، فمثل ما قلت هي مشاركة إنسانية بشكل عام. مثل هذه الفعاليات تأتي لتؤكد أن الرياضة تصنع البسمة وتمنح الأمل للكل في مستقبل أفضل، بعيداً عن كونها وسيلة للشهرة أو مرتبطة فقط بمصطلحي الربح والخسارة.